رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، واليوم معنا متطوعين شباب من مبادرة أنا أتجرأ. معنا أحمد ونور، أهلا وسهلا فيكم. أنا ما رح أعرف المبادرة، بدي أنتوا تحكوا عنها، واللي هي عن قرار 2250 اللي قام فيه ولي العهد علشان العقوبات والجرائم. صحيح؟ صحيح. تفضلوا احكوا لنا. أوكي، إحنا أول شيء من مؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة، اللي تعنى بالتنمية المستدامة للشباب، وقضيتها الرئيسية هي قضية السلام. مشروع هو مشروع 2250، هو رقمه 2250 في مجلس الأمن، بيعنى أنه يخلي الشباب هم يكونوا جزء من صناعة السلام وحل النزاعات في المجتمع. جميل. فأيدير كمنظمة أردنية محلية اشتغلت على هذا البروجكت، احنا كنا جزء من هذا البروجكت، واشتغلنا على صناعة محتوى وترويج ثقافة بديلة عشان نخلق سلام إلنا وللمجتمع الأردني. جميل جميل جميل. نعم. هلأ إيش سبب تسميته بهذا المشروع؟ ليش سميناه 2250؟ لأنه فقط تابع لهذا القانون؟ أوكي، هو لأنه رقمه 2250. لما أجينا نطبقه على أرض الواقع، إحنا كشباب قررنا نطلق عليه اسم شباب 2250 لحتى يتوافق مع صورتنا إحنا كشباب. نعم. أحمد، إلك السؤال، ما الهدف من هاي الفعالية؟ طبعا الهدف من هاي الفعالية، إحنا خلال مدة تطوعنا في مؤسسة أيدير وتحدثنا عن السلام بشكل عام، طلع عنا مخرجات كثير. جميل. فحبينا نشارك هاي المخرجات اللي طلعت معنا من خلال تطوعنا في خلال مؤسسة أيدير. طلع معنا إنه لازم نشارك هاي المخرجات مع الناس ونفرجهم شو طلع معنا وكيف نقدر الشباب إيش بيقدروا يسووا بمفهوم الخاص عن السلام بشكل عام. جميل. هلا مبادرتكم فيها عدد كافي من الشباب حاسين إنه عم بيدخلوا معكم هيك فئة كبيرة ولا كيف؟ طبعاً هو عدد طبعاً. المشاركين في المشروع كتير كبير. جميل. طبعاً جميل. في عدد كبير من المشاركين كانوا معنا موجودين ومن كل كافة أنحاء المملكة. من كل المحافظات. من كل المحافظات. معناته هو هذا المشروع جذب أكيد الشباب الأردني. وأنتوا هيك شو دوركم في هذا المشروع؟ أوكي. نور، أنا كنت تخصصت في كتابة المقالات. نعم. اللي بتحكي عن الخطاب البديل والمناهض لخطاب العنف والكراهية. نعم. اللي مقصد فيه إنه إحنا بدنا نحسن من المجتمع، بدنا نوعى إحنا كشباب بالدرجة الأولى، ولكن بالطريقة الإيجابية والسلمية حتى في خطابنا، ما نستخدم خطاب الكراهية والعنف. جميل. أو حتى الإجبار. هذا شيء مهم. كنا نحكي قبل الحلقة أنا ومي عن موضوع الشهداء بسريلانكا، أنه الإرهاب لا يقتصر فقط على الإرهاب الفعلي اللي بيكون، ولكن هناك إرهاب إلكتروني، إرهاب بيتجسد من خلال خطاب الكراهية. ولكن أحمد، اليوم كشباب أردنيين أطلقتوا هذه المبادرة وهذا المشروع، أكيد في رسالة أسمى، بيكون في عندنا جملة أهداف حابين إحنا نوصل لها، ولكن في هدف الأسمى والأكبر حابين نوصل له. شو هو الهدف الأسمى لإلكم؟ احنا طبعا خلال تطوعنا في مؤسسة أيدير كان الهدف الوحيد لنا انه ننشر ثقافة السلام وثقافة المحبة وثقافة الخطاب البديل. الخطاب البديل هو المناهض للخطاب الكراهي زي ما حكيتوا على الفيس والأحداث اللي صارت هاي، احنا بنحاول نواجه الأحداث اللي بتصير عن الخطاب البديل من خلال الحوارات، من خلال مشاركة الشباب في الفنون، من خلال المقالات هاي عشان تعزز مفهوم السلام. نعم. عند الشباب. كيف بتشوف تفاعل أحمد الشباب معاكم؟ اليوم شبابنا للأسف من خلال انطباعاتنا ومن خلال نحن ملاحظاتنا للشباب والجيل الجديد، بشوف إنه شباب بيهموا المظاهر أكثر من إنه يتجه لجانب التنموي، كيف ينمي شخصيته، كيف يثقف ذاته، كيف إنه يكون واعي وعلى قدر عالي من المسؤولية. كيف شفتوا تفاعل الشباب معكم مع مبادرتكم؟ صحيح، في الفعالية وفي المبادرة كانوا الشباب بصراحة كثير متفاعلين جدا، كانوا متفاعلين مع الموسيقى اللي عملناها، مع الكوميك، مع الرسومات، كمان مع الخط العربي، كمان مع الجريدة. في البداية ممكن الشاب يعتقد انه في صعوبات، في تحديات، ولكن لما يندمج او ينخرط مع المبادرة او مع المجتمع بيصير خلص في تطور، في حبين، في تغيير، راح يصير تغيير ايجابي ان شاء الله. وانتم على مراحل، احنا دائما عشان نغير، هو هاي المشكلة عند الشباب أو الإشي اللي ما بيخليه مثلا أنه ينضم لمبادرات أو لمشاريع، فكرة أنه بيفكر أنه بيوم وليلة لازم مطلوب منه هيك يصير هيك. بس إحنا بحابة منك أنك تشرح للشباب، على فرض أنهم الآن هم بالمبادرة، أنه كيف ممكن أنه يتسلسل معكم بالمبادرة، وأنه يكون الستيب باي ستيب هاي الخطوات لحتى أنه بالمحصلة تبنوا شخصيته لحتى يكون شخص مؤثر في مجتمعه.
صحيح. في البداية يعني دائما في أي مكان راح تواجه تحديات كمتطوع أو ك في أي شغل. في المبادرة إحنا يعني بنحط أو مؤسسة أيدر بتحط الشخص على الخطوة الأولى أو على الطريق. صحيح. فبتحطها هي على الطريق بس. ولكن أنت بحاجة إنك لازم تدعم حالك وتحفز نفسك عشان توصل للمكان اللي بدك إياه. طب نور، يعني انتم كمؤسسه دائما في البدايات بدنا حدا يدعمنا، يعني هيك بتحس اي مشروع او اي مبادره او اي شيء اطلاقه بدنا حدا يدعمنا حتى لو كان شيء بسيط. مين كان لكم هيك حسيتوا في بدايه الموضوع كان هيك داعم لكم؟ اكيد هو فريق انا اتجرأ كاملا، يعني احنا عندنا الكرياتيف هاب محور الابداع والابتكار، وعندنا المؤسسه الرئيسيه في شمساني، كامل الفريق هو كان يدعمنا احنا كشباب بس بالمرحله الاولى. ولكن في المرحله الثانيه بنصير احنا كشباب عم ندعم بعض، لانه بصير عندنا زي بيسك او بنيه ارضيه، عارفين بالضبط احنا شو عم نعمل. نعم. انا اتجرأ اسم جدا جميل وبحد ذاته هو تحدي، انه انا اتجرأ. ايش هو الموضوع الى الان لم تتجرأوا عليه بان اتجرأ؟ والله صراحه ما بعتقد احنا طرحنا كل المواضيع الحساسه، مثل يعني مناهضه التطرف العنيف، او حتى المصطلحات اللي احنا بنحكي فيها لما بنقول كلمه الارهاب من وين جايه، ونقعد نفسر فيها ونحكي انه هالكلمه ما بتشبهنا ومش صح انه نستخدمها، تعالوا نستخدم الخطاب البديل ونحكي نسمي الاشياء بمسمياتها. اتوقع انه ايدير حقيقه هي الاولى اللي طرحت مصطلحات وعرفتها وحكت عنها بطريقه غير مسبوقه. مثلا نور، ايش اعطيتوا مصطلحات هيك ما كانت تحسوا انها متواجده وانتم اوجدتوها؟ التطرف العنيف بداية هو مصطلح مش موجود. أيدير سمت الإرهاب بالتطرف العنيف، يعني ممكن ما في وقت اليوم نشرح ليش بالضبط. البدائلية، يعني إيش يعني بدائلية؟ إيش يعني خطاب بديل؟ إيش يعني خطاب محبة؟ إيش يعني خطاب كراهية؟ إيش يعني هرم الكراهية؟ الكثير والكثير من المصطلحات إحنا بنستخدمها تعزيز التماسك المجتمعي، تعزيز الصمود المجتمعي. جميل. إيش أكثر فيها حسيتوا هيك فئة استهدفتوها تجاوبت معكم، أو أنتم لما وضعتوا هاي المبادرة أو هذا المشروع حكيتوا احنا بدنا نستهدف هذه الفئه بالتحديد ونجحتوا لحتى توصل لهدفكم؟ هم الشباب من 18 فما فوق. بالضبط. وهم ليش تفاعلوا معنا؟ لانه الشباب هم بيجوا هم بيخلقوا المحتوى، يعني احنا بالدرجه الاولى كنا لما نروح على ايدير اول شيء اشتغلوا معنا شيء كثير بيسك. حكوا معنا في مواضيع احنا عن جد بنفهمها، كنا نشتغل ما حدا كانه في حدا بيعرف وحدا ما بيعرف. تعلمنا مع سوا، بعدين احنا صرنا احنا اللي بنخلق المجتمع. يعني مثلا احمد بيكتب مقالات، ممكن بيشارك في المسرح اللي احنا بنعمله وعرض الافلام القصيره في جميع محافظات المملكه، انا كمان بكتب مقالات، بصور فيديوهات، بنطلع بنحكي عن المحتوى. فصرنا احنا نثقف حالنا وناخذ هاي ونطلع احنا نعطيها للمجتمع. بعدين حتى بحس اخلاص الحكي لاحمد ونور انه احنا التطبيق العملي من خلال استعمالنا للسوشيال ميديا علمنا. صح. يعني صرنا نعرف انه هاي الكلمه غلط في هذا التعليق، في هذا الكومنت، هذا الموضوع غلط نحطه في هذا البوست. فما يعني يمكن انتم فعلا الواحد عم بيعلم حاله من حاله فعلا. الحلو انه انشطتهم متعدده، يعني هلا دائما لما حكيتي لي مسرح، حكيتي لي صحافه، حكيتوا لي انكم بتكتبوا، دائما هاي الفنون كل ما انه احنا نوعنا بالفنون، نوعنا بطريقه طرحنا للمواضيع. يعني انت ممكن تطرح المعلومه لشخص بورقه ممكن يستوعبها، ولكن شخص اخر ما بيستوعبها بالكلمه، بتطرح له اياها من خلال المسرح توصل اياها كرساله، ممكن من خلال فيلم شورت فيلم انه يقدر يفهمها. فحلو انكم عم بتقدموا الرساله باكثر من صوره، مش بالصوره النمطيه التقليديه المعروفه، لانه اليوم الشباب الجمود بيبعدوا عنه نوعا ما، بيحبوا الاشي اللي فيه هيك اكتيفيتي، فيه حيويه اكثر. نحن بنكون مبسوطين بشبابنا لما يكون هدفهم التغيير. احمد ونور بدي اشكركم، شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله يا رب هيك شبابنا كلهم بكونوا على شاكلتكم وبتكونوا قدوه ومثل لكثير من الشباب، والله يوفقكم. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه، نورتونا في الاستوديو. واكيد بدنا ننتقل